انطلقت أعمال الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والجمهورية التركية في الكويت، وذلك بحضور وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين والخبراء العرب والأتراك. في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والجمهورية التركية في مختلف المجالات، استضافت دولة الكويت الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا. إن عمق تاريخ العلاقات العربية التركية وامتدادها وشمولها في شتى المجالات الموثقة عراها في التعاون التجاري والاقتصادي والتجاري والاستثماري المتميز سواء على صعيد حكومات الدول أو على صعيد مؤسسات القطاع الخاص، والتي ساهمت في دعم أسس التنمية الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى قيام الجانبين العربي والتركي بتنفيذ العديد من الإصلاحات في الهياكل الاقتصادية وتعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية بغرض تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي فيما بينهما. انعقاد هذا الاجتماع في إطار الوحدة والتماسك مهم بيننا في مثل هذه المرحلة، يتوجب علينا بأن نقوم بخطوات جادة لتعزيز التجارة، ونحن بحاجة لزيادة حجم التجارة البينية فيما بيننا، وبفضل هذا الاجتماع سوف تفتح أبواب متعددة للتعاون بين الدول العربية وتركيا. توسيع التبادل التجاري بين الجانبين العربي والتركي وتشجيع الاستثمارات العربية التركية المشتركة وإبراز دور القطاع الخاص في زيادة هذا التعاون أهم المحاور التي تطرق لها الوزراء في اجتماعهم. نعمل من خلالها إلى تسليط الضوء على واقع التعاون العربي التركي المشترك في مختلف المجالات وتحديد المميزات وأوجه القصور والتحديات المستقبلية لهذا التعاون، بالإضافة إلى تعزيز الحوار المستمر بين الدول العربية وجمهورية تركيا الصديقة. تم بالأمس الاتفاق على أكثر النقاط مع كبار المسؤولين من ناحية الإسراع بالتجارة والاستفادة من التقنية والتكنولوجيا الموجودة حاليا في الجمهورية التركية، وأيضا حاولنا الاتصال بحيث يكون هناك بعض الأهداف الرئيسة اللي يمكن تطبق على أرض الواقع وتخدم دولنا العربية. التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مشاريع التنمية وتشكيل لجان فنية من الطرفين أبرز التوصيات التي اختتم بها الوزراء اجتماعهم، آملين أن تتحقق قبل انعقاد الاجتماع الثالث في العام 2017. بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والجمهورية التركية في السنوات الأخيرة معدل 300%، يعول الطرفان على هذا الاجتماع باعتباره فرصة لبحث وزيادة الاستثمارات المشتركة ولتذليل العوائق والتحديات التي تؤخر هذا التعاون. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.